خلاص روح العب ببجي خلصني. يا زلمه لك لا بدل ما تطرونه يا بندي
Oh, what? Oh, ya, sen dur da dur lan dedim. Hanginiz lan? Ya Kamil, sana helva. Ya Kamil, sana helva. Sen Hasım ne ga? Hasım da mizah Mahmud. Vallahi lazım da madruk kana. Vallahi mseyim alam, nimzah. Vallahi nimzah. Lak la la, ana bethabak vallahi. Ya khay kelb habibuk vallahi. Khay ya shabab, tad bethabu ولا لا؟ والله عم نمزح. والله العالم ما بتكتب لي محبات. لا مني اعطيك جهازي. لا لا اسمع اسمع، والله عالم ما بتكتب لي بالخاص يا شباب، وعن جد بالكومنتات عم بيقولوا فيديوهاتك مع احمد عم تطلع كثير حلوه. لا لا احمد زلمه محترم والله ما حدا طايق يعني هو. لا لا بينطاق بيطيقوه بطخ والله بيطيقوه كوع كوع. عم شوفكم سلم عليهم سلم عليهم خلص بعد لك سلم عليهم خلص بعد. هاي متابعين هذول عم يشوفك مو بدك يطيقوك يعني بدك اوريك روك عم تمزح معي بشرفك مو انا كم مره طلع الحركه اللي تعملها معي هو مو مشان قلت عم معي الحركه يونس هو يونس هو هو قال له يونس قال له يونس هاي راسه مثل البطاطا خلاص صافي يا لبن يلا خلاص نص شو اربعة نص شو اربعة اي خلاص مرنا يا هالمرة خيو هون سامحنا نفس المرة اشبع احمد خلاص اشبع والله خيو والله مزعوج ها اقسم بالله طول بالك كل شيء ما تنزعج كل شيء ما تنزعج طول بالك خذنا بحنانك خذنا بحنانك خذ اعطي خذ عرض اختي هلا هلا انا مستحضر بالدرع على كل اعراسك هلا بحكي معك خلص خلص احنا بقى رجعنا عمرك جيب سكينه قوم بوزنا اعتذر منا يا زلمه قوم اعتذر منا يا زلمه بوزنا يا زلمه ايش بك خلص والله جد عم نمزح معك عيب عليك يعني بعد سنه التقينا مع بعض خلص والله بس طفي والله العظيم مقلب قلت لك انا العالم شوف انا الكومنتات والناس على الخاص بعثوا لي عملوا لي عمول مقلب الاستفزاز باحمد وقال استفزنا شوف قالوا لي انه استفزنا انه اساس انه متابعينه ما بيحبوا وانا بحب اقول لك والله العظيم هن قالوا لي بنحبك كثير اكثر من شخص بعث لي على الخاص وقال لي عمول مقلب يا احمد استفزاز نحن بنحبه بس بدنا اياك تقول نحن ما بنحبه فان شاء الله يا شباب تكتبوا لنا بالكومنتات يا اخي زلمه انت مو هيك يا رجل عباية خل اي رجل انا كويس معك نحن عم نستفزك نزعجك شفناك قلبك بارد ما بتعمل شيء فاضطرينا نضربك يعني نسوي لك حركات يعني على كل يا شباب هلا احمد مروق وعن جد يا شباب ضحكني كثير من كل قلبي هلا حابب اقول لكم يا شباب اذا عجبكم المقلب الاستفزاز اكتبوا لنا بالكومنتات وحطوا لايك ولا تنسوا تكتبوا بالكومنتات مثل ما قلت لكم بعد معاناه طويل مش الحال صلحنا احمد صلحتوا شباب ايه صلحنا خلاص صافي لبن ايه نشرب احمد نغبش لك على الفيديو اللي عملها فيك شو ما حطه يعني شو نحطه منان حط لك انا حطه شلون لك يعني انا حط لك شلون تحط تحط كل هلا مقلب خير بغير ان شاء الله ومبروك عليك المقلب اللي اكلته بتستاهل ماشي بشرف يعطوني مقالب شرف العامل فيك والله كل مقلب مره ارحمه من الله شلون هيك مشيت عليه قولوا له دكول 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 يلا شباب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالمقلب استعملك اخواتي بتمنى منكم يا شباب اذا عجبكم المقلب تكتبوا لنا بالكومنتات واعطونا اللايك خلينا نوصل الفيديوهات ل 10000 لايك كبسه اللايك ما بدها شيء غير كبسه واحده اللايك لايك هلا بنقول لكم تحياتي لكم مع بعض يا شباب سلام